شكرا يا منصف وصبحك الله بالخير، يعطيك العافيه. اسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، يا مرحبا بكم ويانا في جولتنا الشامله من سوق الجبيل. هذا المعلم المتميز، المعلم التجاري الضخم ما شاء الله عليه الجديد في اماره الشارقه، امارتنا الباسمه. حياكم الله وخلكم ويانا وتابعونا، بنشوف وياكم ان شاء الله اليوم اسعار طبعا السمك واللحم والدياي، وعندنا الخضار والفواكه، خلكم ويانا وتابعونا. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم في بدايه جولتنا ان شاء الله وياكم من قسم الاسماك. نبدا بهذه الدكات الطيبه الغاويه هنا من الطراريد عند اخونا عسكر. عسكر يقول اليوم الزين عندي. عسكر سلام عليك. عليكم السلام. صباح الخير، كيف حالك؟ انت تقول اليوم سمك عندك طيب ورخيص، خبرنا شو الاسعار بدايه بالهوامير هنا؟ ان شاء الله. هامور كم اليوم؟ هامور كيلو 60 درهم. على 60؟ أيوة. هذا ثابت سعره من زمان، الهامور ما تغير السعر على 60 الى الان. عندنا اللي هنا الشقره او المضريس، هنا القرام، هنا كم السعر اليوم؟ 50 درهم. 50 على 50 درهم. اول كان 55 ولا 45؟ اول 45 45 55 يعني السعر بين 45 وال50، واليوم عندنا على 50 درهم سعر القرام هنا عندنا. وهنا الحمرة كم هنا اليوم؟ الحمرة 40 درهم. 40 نزل من 45 الى 40 عندنا، والجش 50 درهم. هي صح، كان على 50 و45 اليوم على 40 درهم. 40 درهم. وعندنا هني الجش ام الحلا كم؟ 35. 35 درهم من 40 الى 35. 35 35 35 ثابت على 35. الصافي بارحه 70 60، اليوم كم؟ 55. اليوم 55 والله 55 نزل سعره. البارحه كان السوم تقريبا والحلقات الماضيه بين ال 70 وال 65، اليوم على 55 عند اخونا عسكر. عسكر تعال نشوف وياك صافي صنيفي كم هنا؟ صافي صنيفي كيلو 40 درهم. 40 على 40. حمزه هناك بعد ياسيش الصافي. حمزه كم كيلو عندك تاخذ؟ 6 كيلو اليوم. 6 كيلو حمزه ما شاء الله بياخذ عنا الصافي. رخيص اليوم. 55 ما شاء الله. انزين وصافي صنيفي كم هنا؟ 40 درهم. 40 40 عندنا الكوفر. كوفر كيلو 45. 45 تعال هنا شوف، هنا عندنا ما شاء الله هذا الصندوق تو واصل، عسب تدري ان الكميات كبيره عندنا هنا ما شاء الله اليوم في السوق، والسعر نازل الى 55 من ال 60 وال 70 وال 65 اليوم على 55 عندنا هنا. عسكر خبرني شو الشعري اليوم؟ شله فوق الشعري اللي طلعه فوق هذه ما شاء الله، على كم اليوم السعر؟ سعري 35 كيلو. 35 مطراريد اليوم على 35. عندنا الشعري الكراديس طبعا الشعري العربي ما شاء الله حبات الكبار، واللحمام على كم هناك؟ حمام 30 درهم كيلو. كم؟ 30. على 30 عندنا الحمام اليوم، على نزل السعر وايد. إيه؟ كانت 40 و45 35 30. اليوم على 30 درهم. وعندنا النعيمي هنا ما شاء الله 40 درهم. على 40 النعيمي سعره ما تغيرت شبه ثابت. وعندنا هني الباشخيل او الشخيل كم اليوم؟ 30. 30 30 35 كان على 30، وصل مره بعد مشاهدين الكرام 27، لكن رد مره ثاني ثبت على 30 درهم ما شاء الله. طبعا دكات طراريد هنا عندنا شيء غير. شكرا عسكر، مشكور، يعطيك العافيه. مسير الطالع هنا نشوف شو عندنا بعد. السلام عليك. سلام كيف عليكم. حالك؟ تعال كذا شويه، تعال ما شاء الله. شو عندك انت؟ نعيمي وحمام وعندك حدي وعندك صنيفي. صنيفي عندك النعيمي كم الكبار هنا؟ 25. 25 الكبار. الحمام كم هنا؟ 30. 30 نفس اللي عند عسكر. وعندك دي كم اليوم هنا؟ 30. 30 30. انزين خلينا نصير عند القرفه نشوف القرفه هني على كم القرفه اليوم؟ ما شاء الله 20. 20 على 20 من تقريبا يومين او اسبوع طاف كان السوم على 25 مشاهدينا الكرام، لكن اليوم عندنا القرفه الغاويه هذه الطيبه اليوم على 20. 20 درهم سعره جدا طيب ومناسب. وعندنا هني الهوامير لنشات ولا طراريدها؟ مطرات. كم واصل سعره بعد؟ 60. 60 عندنا. والحمراء ما شاء الله 35. 35 درهم عندنا ما شاء الله السعر. انزين بنصير نطالع وياكم بعد مشاهدينا الكرام الخباط. الخباط عندنا والمقاصير تقريبا نقول اسعارهم شويه نزلت. السلام عليك، كيف حالك؟ شلخ تعال منه، تعال هالصوب بنشوف شو الاسعار عندك هنا. اول شيء عندك اليودر كم هناك؟ يودر كيلو 30 درهم. 30 اليودر على 30. السكل؟ السكل كيلو 40 درهم. على 40 اليودر عندنا طبعا مثل ما تشوفوا مشاهدينا الكرام هنا على 30 درهم اليوم. نعم. والسكل عندنا على كم هنا؟ 40 درهم. على 40. وعندنا هني الشنعد كم ما شاء الله؟ على 60. الشنعد على 60 سعره ثابت. وعندنا هني جش العوده جش الصال هنا كم؟ جش كيلو 30 درهم. 30 درهم.
عندنا هني الحمام حمام كيلو 35 35 الحمام على 35 والسلمون عندك هنا المقطع على كم؟ قطع كيلو 50 درهم كامل كيلو 40 درهم 50 مقطع وكامل على 40 حبه كامله على 40 والمقطع عندنا هني على 50 تعال بنشوف وياك اليوم الخباط المقاصير وهنا عندنا الزبيدي والقباب ما شاء الله هناك على كم اليوم هنا عندنا الخباط؟ خباط هذا صغير مالك هذا كيلو 35 35 هاي للصغار ايه صغار والكبار شويه كبار شويه هذا كيلو 42 درهم 42 درهم من 45 و50 كان السعر حاليا وصل على 42 والصغار اليوم على 35 35 درهم سعر هاي كان ينباع على 40 وهني كان ينباع على 50 الحين هنا على 35 35 وهني على 42 42 درهم سعر رفع لي الزبيدي هاي ما شاء الله شله فوق شله فوق شويه زبيدي ها الزبيديه ما شاء الله شوف كيلو 80 درهم هذه كم كيلو 80 80 شوفوا هذا حجم كف الايد على 80 درهم حب عودة ما شاء الله عندنا اليوم والكيلو على 80 درهم هاي الوحده فيها يمكن كيلو تقريبا ولا 900 700 جرام خلينا نشوف وياكم مشاهدينا الكرام فيها 900 وشوي تقريبا قريب الكيلو انا مثل ما توقعت قريب الكيلو عندنا الزبيدي اليوم ما شاء الله على 80 اليوم عندنا القباب عندنا الاحجام اللي هي الصغار او عفوا الكبار شويه والصغار وفي عندنا حبه وحده اللي هي وسط كم السعر هنا وكم السعر هنا صغر كيلو 25 درهم هي كبير كيلو 35 25 و35 هاي اللي كان على 35 وهذا كان مبان على 45 اليوم الكبار على 35 والصغار على 25 25 درهم سعر القباب ما شاء الله نزل عندنا هنا السعر السعر طيب طبعا وعندنا الخباط والمقاصير مثل ما شفتوا كان السوم من فتره ما شاء الله بال 50 والفوق ال 50 كان على 55 حاليا وصل السعر مثل ما شفتوا ويانا 35 و42 درهم نشوف وياكم بعد هنا مشاهدينا الكرام الاسماك الموجوده عندنا هني عندنا ما شاء الله السولي عندنا السولي السولي على كم اليوم سلام عليك كيف حالك زين الحمد كم لله. السولي اليوم 25 كيلو 25 هوامير كم هنا 50 على 50 هوامير اليوم على 50 ها ملنشات ولا هذا ملنشات ملنشات على 50 وعندنا هني الشعري ما شاء الله خلينا نشوف وياكم الشعري الشعر العربي كم هنا على 30 على 30 الشعر العربي هني على 30 وعندنا هني الجش حبات الصغار على كم 25 25 وعندنا العندق هنا كم ما شاء الله 25 بعد 25 بعد والفرش فرشت 25 25 25 ابوي شو اخذت انت اليوم سلام عليك كيف حالك طيب بس تعرف عليك علي علي ايش حالك ابوي علي طولي بعمرك شو اخذت ابوي شو اخذت بعد ما اخذت يا طالع انت شو مسويت اللي تحبه دائما ابوي يا علي انا دائما ناخذ حق المشواي اسمك حق المشواي شو اخذت شو يا تاخذ اليوم بعدك ما بعد انا تو جاي طالع يلا يعطيك العافيه ابوي اتمنى لك التوفيق ان شاء الله مقلاي يعني مقلاي هي شعري غاوي مقلاي ويستوى بعد تحته ويستوى بعد مكبوس بس حبات الكبار وهاي الصغار هذا صغار حق مقلاي الكبار طبعا مكبوس الله يعطيك العافيه ابوي علي وما قصرت اتمنى لك التوفيق ان شاء الله مثل ما شفتوا ابونا علي هنا ما شاء الله بعد يتجول في السوق يبغى ياخذ له شيء من السمك الغاوي ابوي علي بعد اوصيك بالفرش الفرش مشواي ما عليه كلام جرب بس صغار هاي الصغار كبار عاد ماشي اليوم صغار بعد شيء طيب الله يعطيك العافيه ابوي علي بنطالع وياكم مع المشاهدين الكرام بنصير نطالع الدكات الثانيه عندنا هني ما شاء الله عندنا هني هذا الميد الميد هنا الصغار البياح الصغار الميد هنا السلام عليك كيف حالك؟ كم اليوم الميد هنا؟ يلم 10 خويا 10 على 10 اللي يدور مشواي اليوم يبغى شيء طيب الغاوي الميد هنا البياح الصغار اليوم على 10 دراهم الكيلو وبعد سمان ما شاء الله عندنا واسماكنا بعد الحمراء كم هنا؟ 25 والشعري كم هنا؟ شعري 25 25 بعد اليوم ما شاء الله كراديس عندنا ونشوف وياكم السولي، السولي اليوم ما شاء الله في تقريبا معظم الدكات الموجوده عندنا في السوق مشاهدينا الكرام اليوم السوري متوفر عندنا الاحجام هناك شفنا احجام كبيره وهنا عندنا الصغار هناك على 25 وهنا كم عندك 20 درهم اليوم على 20 ما شاء الله على 20 اليوم السوري الغاوي هذا على 20 وعندنا هني اللي عندك شله فوق شله فوق شله فوق هذه العندقه طبعا يسمونه في اخواننا العرب سلطان ابراهيم لكن عندنا هنا في الامارات يسمونه العندقه هنا العندق عندنا موجوده وعندنا هنا خلينا نشوف وياك شو عندنا هنا الكوفر كوفر صغار ايوه على كم 20 درهم اليوم على 20 عندنا الكوفر الصغار هنا عندنا البلطي هذا المحلي ولا محلي على كم اليوم عرب 17 على 17 أيوة. والحي على 20 20 الحي على 20 اللي في الحوض هناك عندنا وهنا عندنا ما شاء الله بعد هذا طازج ترى مشاهدينا الكرام مشيول من الحوض ميوب هنا بارزين على الدكات واليوم على 17 درهم سعر الكيلو وعندنا هذا الجد الطيب هذا على كم 15 أيوة. كان سومه على 18 درهم الجد لكن اليوم ما شاء الله واصل سعره على 15 درهم ويعطيك العافيه
ما قصرت. مشاهدينا ومتابعين الكرام، ان شاء الله استفدتوا ويانا من جولتنا الشامله في سوق الجبيل هنا من قسم الاسماك. هاي جوله شامله طبعا في قسم الاسماك، خلكم ويانا تابعونا، مسيراكم اقسام ثانيه من السوق. استمر جولتنا معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام من القسم الثاني في سوق الجبيل، طبعا قسم اللحوم قسم الطازج. طبعا ويانا هنا بيكون اخونا ابو احمد. ابو احمد صباح الخير يا ابو احمد. يا صباح النور. صباح يا مرحبا ابو احمد، نقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك، من زمان ما شفناك يا ابو احمد. والله وحشنا انت كمان. الله يعطيك العافيه ابو احمد. الله يخليك ابو احمد. طبعا غني عن التعريف ابو احمد، مختص باللحوم ما شاء الله، عندنا النعيمي والاسترالي، وعد اليوم ما شاء الله الذبايح الطيبه الغاويه. ابو احمد خبرنا شو اللي موجود عندك. هذا لحم خروف استرالي. استرالي سوري أصلي. سوري هذا. نعم هذا سوري. نعم هذا بولية سوري. هذا اللي هنا قدامنا الحين حاليا هذا السوري. كيلو هذا 45-48. هذا ذبح محلي يعني. ابو احمد محلي هنا. بس الكيلو كم قلنا اليوم؟ كيلو 45. 45 درهم سعر اليوم عندنا السوري. ما شاء الله نزل سعره ما شاء الله 50. يعني صغير وطري و... نعم كان السوم يعني. على 50 ابو احمد من فتره، لكن الحين ما شاء الله عندكم على 45 ان شاء الله. والذبيح الثاني نفس الشيء ابو احمد، وهي شاهدته طبعا من المسلخ. نعم هذا ذبحني بلديه الشارجه. أيوة. مقصب الشارجه ما شاء الله. ذبايح الهنتين سوريات عندنا اثنين، وهذول برضو اللي ورا واللي بعد عندنا معلق. انزين ابو احمد نشوف، خلي الثلاجه ابو احمد نفتح الثلاجه هنا. هذا خروف استرالي طيار. هذا الاسترالي طياره. هذا الكتف. هذه مفصله ذبيحه هنا طبعا. مشاهدينا الكرام المنساف للخضار بيطلع منه المزاد برضو نفس الشيء. كم السعر اليوم ابو احمد هنا ما شاء الله؟ هذا 30 درهم. 30 درهم 30, 30 درهم. من 32 الى 33 في العيد كان 35 كمان، وحين نزل الى 30 درهم. 30 الى 30 درهم نزل السعر عندنا هنا ما شاء الله. استرالي طياره ونفس الشيء برضو ريش استرالي طياره. الريش هاي اللي عندنا هناك للمشاوي. هذه اخونا علاء بعد هنا عنده طلبيه ياس يشتغل على الطلبيه هذه. يعطيك العافيه اخوي علاء ما تقصر. وعدنا مثل ما قلنا ابو احمد السعر 30 اليوم، وفي فخذ برضو بس يعني لسه اللحمه جاي في الطريق كمان. نعم ما شاء الله. انزين والسعر كله 30 اليوم ابو احمد. نفس الشيء. انزين وهذا شو عندنا ابو احمد هنا؟ هاي رقبه استرالي برضو هني. رقبه استرالي طياره. نعم هذا الكيلو 26-28. 26-28 هذا كان سومه قبل يعني. بعد على 30 درهم لكن الحين نزل السعر. هذا شو عندنا هنا؟ هذا عجل برازيلي. هذا العيل البرازيلي. هذا شيء جديد في السوق عندنا البرازيلي ما شاء الله. البرازيلي وهاي الورقه تبعه. نعم هذه الورقه انه مستورد من البرازيل. لازم الورقه عشان ما حد يضحك على الزباين يعني. نعم انزين ابو احمد هذا الحين كل البرازيلي اللي عندك. هذا برازيلي والاخر هذا الظهر الباكستاني. باكستاني طيار. انزين ابو احمد ما دام عندنا اليوم برازيلي ما شاء الله وانه مفصل اللحم الصافي لحاله، نبغى نعرف شو الاسعار ويستخدم. هذا برضه 28-30 درهم. 28 البرازيلي و30 الباكستاني. الباكستاني هذا الظهر 35 درهم لانه بيطلع منه ستيك. نعم. بوفتيك مشاوي هذا. انزين هذا الحين يرفع حق الناشف حق القطع اللحم الشقف يسمونه شقف البرجر. بينفع يعني للبرجر المفروم هذا اكثر شيء يستخدمونه. واليوم أيوة. سعره كم ابو احمد؟ هذا 28 درهم. 28 درهم عندنا اليوم العيل البرازيلي ما شاء الله، وعندنا الباكستاني موجود مع مشاهدينا الكرام وسعره 35 ابو احمد. 35 لحم عادي ب 30 درهم. نعم هذه فتيله الظهر. فتيله الظهر هذه اللي هي الدسمه هاي اللي عليها اطرى شيء وعليها طلب اكثر شيء. بالضبط لان هي اطرى شيء للبوفتيك ستيك. هذه طبعا مثل ما تشوفون عندنا صينيه مشاهدينا الكرام. هذه طبعا من احلى قطعة تكون في العيل الباكستاني. هذا هو الظهر بالعظم. وهذا الظهر بالعظم هناك شوفوا هاي الفتيله وهذا الظهر. هذا حبل الظهر وهذا الظهر. انزين هذا نفس الشيء موضح لكم ابو احمد هناك بالعظم وهنا من غير عظم مثل ما تشوفون في الصينيه. والاسعار مثل ما قلنا اليوم على 35 الباكستاني والبرازيلي على 28. يعطيك العافيه ابو احمد ما قصرت، ونقول لك اهلا وسهلا مره ثانيه. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام مثل ما شفتونا ما شاء الله ابو احمد عند اليوم الذبايح الطيبه الغاويه، بداية من الذبايح السورية اليوم على 45 درهم من 50 كان، وعندنا بعد العيل البرازيلي شيء جديد في السوق موجود اليوم متوفر والسعر 28 درهم، والباكستاني ثابت على 35. طبعا هاي الظهر الفتيله، اما القطع الثاني يكون سعره اقل طبعا بين 30 الى 31 درهم. يعطيكم العافيه، ان شاء الله استفدتوا ويانا من جولتنا هذه في قسم اللحوم. خلكم ويانا ونسير وياكم قسم ثاني من السوق.
حياكم الله مشاهدينا، مستمرين معاكم في جولتنا من قسم الخضار والفواكه. بنتعرف فيها وياكم ان شاء الله اليوم على انواع البضاعه الموجوده من المواد الغذائيه، طبعا من الخضار والفواكه. مع هني اخونا حيدر، السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ صباح الخير. الحمد لله. طيب الله يعطيك العافيه. حمزه، عفوا حيدر، عندك اليوم ما شاء الله كم كل ثلاث اربع انواع من التفاح الاحمر من الصغار، عندك الاخضر. خبرنا شو الاسعار التفاح اليوم؟ هنا التفاح اليوم هذا احمر فيه 8 دراهم 8 دراهم عندنا الكيلو، والعلبه هذه علبه فيه 10 دراهم، وهذا اللي في الكيسنه هذا ب 8 دراهم نفس الشيء. هذا الشيء على 8 اليوم، على 8 وعلى 10 دراهم سعر التفاح. وعندنا بعد ما شاء الله الهمبه، هذا المصري، هذا المصري يعني. على كم ما شاء الله هنا؟ هذا في صندوق في 32 32 32 الصندوق. شوفوا الحبات هنا ايش كبرن. هذا عندنا الهمبه اللي تينا من مصر ما شاء الله، شوفوا الحب ايش كبره. طبعا هذه اللي تينا من مصر. واليوم كم السعر هنا حيدر؟ كم السعر؟ 32 32 درهم الصندوق كامل عندنا على 32. وعندنا هذا بعد هناك الرمان، رمال يمني. كيف طعمه هذا؟ طعمه حلو. طيب حلو حلو. وكيف نفس الهندي ولا غير هندي؟ لا غير، لا هندي غير، هذا فيه لون داخل الاحمر. اي عندنا احمر بعد. هذا هو، هذا شوفوا، هذا هو اليمني. شوفوا كيف لونه. ايه لونه احمر، هذا يكم من داخل لونه احمر. وكم الكيلو اليوم هنا؟ كيلو 10 دراهم. 10 دراهم نزل سعره، كان على 15 الحين على 10 دراهم. عندنا الرمان اليمني ما شاء الله. انزين خلينا نشوف وياك الهمبه بعد. عندنا هنا ما شاء الله هذا الباكستاني، هذا التشوسه. ايوه التشوسه. على كم اليوم هذا صندوق؟ فيه 25 25 ما شاء الله. نزل كان من تقريبا 30 35 الى 25 درهم حاليا موجود عندنا. نهايه موسم هذا؟ ها هذا لي موسم الباكستاني. موسم هذا موسم الحين تشوسه، بس السندري خلص. لا سندري بكر، سندري خلاص الحين عندنا التشوسه ما شاء الله. في جاده رتول في ابا صغير. ابا شو اسمه؟ ابا صغير. حبات صغار شويه. هذا بعد جديد الحين؟ ايه بعد. كم بعد السعر هذا؟ هذا في كيلو 10. كيلو ب 10 كيلو ب 10 عندنا. خلينا نشوف وياكم. بس هو تكلم عن الحجام الثاني الصغيره، هذا موجود عندنا الحين الكيلو على 10 دراهم. وفرق بين الحبات الكبار اللي هو التشوسه الكبار، شوفوا الفرق بينهن. هذه هني على كم قلنا الكيلو؟ هذا كيلو 8 8 وهني كيلو ب 10 دراهم. هذا شوفوا الفرق هنا، موجود عندنا في السوق. على بي السوق ياخذ لفه يسال عن الهمبه، اذا العشاق الهمبه بالذات تحبون الحبات الكبار. وعندنا الصغار هنا، بنشوف وياكم بعد. هني عندنا الشريفه، الشريفه من وين؟ من الهند هذه؟ من الهند. كم واصل سعرها الحين؟ هذا في 35 35 35 عندنا الصندوق. ايوه. والصحن هذا؟ صحن فيه 9 دراهم 9 دراهم 9 دراهم عندنا الصحن. وعندنا هذا بعد هنا الكيوي. هنا على كم الكيوي ما شاء الله؟ كيوي 8 دراهم 8 دراهم. وعندنا تعال بنشوف وياك الشمام بعد حيدر. هنا الشمام على كم؟ شمام فيه هذا فيه اليح. هذا هذا اليح كم؟ درهمين. درهمين. والشمام؟ شمام فيه 5 درهم. هذا 5 درهم الأردني هذا؟ ها أردني. أردني. شوف حتى هذا هذا في مال الأردني بعد. هذا الأردني عندنا نوعين ما شاء الله. عندنا اللي هو من داخل لونه يكون شوية البرتقالي، وعندنا هذا الأبيض يكون شوية فرق السعر. بعد فرق السعر ولا نفس السعر؟ أي نفس نفس الشيء. كم؟ هذا 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم 5 الى 5 دراهم. يعطيك العافيه حيدر، ما قصرت، جزاك الله خير. بصير اطالع وياكم بعد مشاهدينا الكرام محل ثاني متخصص بعد بالخضار، وعنده بعد بيع بالجمله وبيع بالمفرق هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك انت ابوي؟ بالن. بالن، كيف حالك يا بالن؟ يعطيك العافيه. بالن ما شاء الله عندك يواني هنا، انت تبيع بالجمله؟ جمله ومفرق. انزين خبرنا كم الاسعار اليوم عندك هنا يواني؟ هذا البصل الهندي. هذا بصل هندي في كيس. هذا الصغير إيه. كم هنا؟ 7 دراهم 7 دراهم إيه. والكبير كم ما شاء الله عندنا؟ 20 على 20 على 20 عندنا اليونيه الكبيره على 20 والصغيره على 7 دراهم. هذا اليواني البصل الهندي عندنا هنا مشاهدينا الكرام. هذا بعد 5 دراهم. هذا على 5 كم كم في كيلوين هذا؟ كيلوين كيلوين على 5 تقريبا عندنا هذه اليونيه الصغيره. كله سلكر. كله شو؟ سلكر في نمبر 1 مسكر. اي ما شاء الله. انزين وعندنا هني البطاط. بطاطا اللبناني 35 لبناني على 35 كم كيلو في اليونيه هذه؟ هذا 13 ونص 13 ونص كيلو ما شاء الله فيها. و25 35 35 درهم سعر اليونيه هذه. والهنا هذا؟ هذا مال باكستاني 8 كيلو 15 15 درهم 8 كيلوات تقريبا في اليونيه هذه. والكيلو على واليونيه على 15 درهم. زين تعال نسير ياك قدام هني بالكيلو كم هنا؟ كيلو ريالين درهمين درهمين بالكيلو عندنا درهمين. وهاليونيه عندنا على كم زنجبيل هنا؟ ثوم 18 درهم 18 18 درهم الكيس كامل. انزين نشوف وياك الطماطم اليوم كم وصل سعره؟ هذا طماطم مال اردني ايه
سحارة هذه على 20 كان سومها على 25 و30 اليوم وصل سعرها على 20 درهم عندنا السحارة الطماط هني ما شاء الله الأردني وهذا شو عندنا هنا هذا مالي راني على كم هنا ما شاء الله 10 درهم على 10 سحارة عندنا على 10 دراهم انزين شوفوا وياك الورقيات الخس هنا كم الخس كم تصدر كيلو 5 درهم من 6 درهم الى 5 درهم بدون مي بدون ماي هذا بدون ماي مو مغسول يعني ما يرشون الماي في محلات اللي يرشون عليه بالماي لكن هذا شوفوا مثل ما هو بعده ما شاء الله يا تو من برا من السيارات وميوب هنا الحين معروض عندنا في السوق والكيلو على 5 دراهم على 5 دراهم وهنا عندنا الورقيات طبعا هذه كلها على درهم 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 على درهم 6 ب 5 6 ربطات ب 5 دراهم وواحد مجانا واحد مجانا يعطيك العافيه ما قصرت شكرا شكرا بارك الله فيك مشاهدينا متابعينا الكرام مثل ما شفتوا ويانا ما شاء الله الاسعار الموجوده اليوم عندنا في تغير ما شاء الله بدايه من الاسماك واللحوم اللحوم نازله اسعارها واصل كيلو لل 45 وال 30 وعندنا بعد مثل ما شفتوا العيل البرازيلي كان سعره واصل على 28 والسمك بعد نفس الشيء الاسعار نازله الخباط واصل سعره ما شاء الله لين 42 و 35 من 50 وال 55 وعندنا قسم الخضار والفواكه بعد نفس الشيء الاسعار جدا طيبه يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه نرجع للاستوديو ونكمل باقي فقرات البرنامج مع زملائي حياكم الله.